السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة رشا عزب مدرس الفسيولوجي، والنهاردة دي المحاضرة التانية جزء الفسيولوجي اوف اندوكراين سيستم. هناخد فيها الثيرويد جلاند والهرمونز اللي بتعمل ريجوليشن للكالسيوم في الجسم. المحاضرة دي ان شاء الله موجهة لطلبة برنامج جودة ومراقبة الأغذية المسجلين لمقرر الترم الثاني. هنبدأ الأول مع الثيرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية، اللي هي الغدة الموجودة في الرقبة، وهي عبارة عن أكبر اندوكراين جلاند موجودة في الجسم. زي ما عرفنا أنها موجودة في منطقة الرقبة، بتبقى قدام الحنجرة وقدام الجزء العلوي من التراقية أو القصبة الهوائية. الجلاند دي بتبقى على شكل باتر فلاي او شكل الفراشة كده، بتبقى مقسومة لتو لوبس، واحد رايت والتاني ليفت، وبيبقوا الاتنين متصلين ببعض عن طريق بريدج صغير او عن طريق كوبري صغير كده ما بين الاتنين، بنسميه الاسمس. الاتنين لوبس كل واحد بيقع على جنب من جانبين التراكيه. زي ما قلنا انها اكبر جلاند او اكبر اندوكراين جلاند موجودة في الجسم، وهي مسؤولة عن افراز مجموعة من الهرمونات زي ما هنشوف مع بعض. وظيفة الثيرويد جلاند انها بتدي مجموعة من الهرمونات اللي بنسميهم الثيرويد هرمون، اللي هم عبارة عن التراي ايودو ثيرونين اللي هو تي 3، والثيروكسين او اسمه التترا ايودو ثيرونين اللي هو التي 4، وبتدي بعد كده هرمون تاني منفصل عنهم في الوظيفة اسمه الكالسوتونين، بيتفرز من نوع تاني من الخلايا جوه الثيرويد جلاند زي ما هنشوف دلوقتي، وله فانكشن تانية مسؤولة عن الريجوليشن بتاعة الكالسيوم في الجسم. الاستراكشر بتاع الثيرويد جلاند لو جينا نبص عليها تحت الميكروسكوب هنلاقيها عاملة ازاي. هنلاقيها انه في تلات اجزاء مهمين جدا بيميزوا الاستراكشر بتاع الثيرويد جلاند. ايه هما التلات اجزاء دول؟ عبارة عن الفوليكلز والفوليكولار سيلز والبارا فولكولار سيلز. يبقى احنا عندنا تلات اجزاء اساسيين للستراكشر او للتركيبه بتاعه الثيرويد جلاند: الفوليكلز، الفولكولار سيلز، والبارا فولكولار سيلز. زي ما هو باين هنا قدامنا في الصوره انه الثيرويد جلاند بتتكون من ثلاث مكونات اساسيه في الاستراكشر بتاعتها، هي عباره عن الفوليكلز، الفولكولار سيلز، والبارا فولكولار سيلز. طيب الفوليكلز هي عباره عن سفيريكال جروبنج كده من السيلز، بتبقى جنب بعضها، يبقى هي سفيريكال ان شيب او راوند ان شيب، بتتكون من حتتين، الابيثيليال لايننج بتاعتها اللي هي مكوناه الفولكولار سيل، وبتتكون من لومن او من كور بيحتوي على فلويد معين او على سائل معين، بيحتوي على شويه تركيبات او شويه كومباوندز هنقولها دلوقتي. يبقى احنا عندنا سفيريكال فوليكلز بتبقى محطوطه جنب بعضها او بتبقى موجوده جنب بعضها في الاستراكشر. الفوليكلز ديت بتتكون من جزئين، الفولكولار سيلز اللي هي عباره عن الابيثيليال لايننج بتاعه الفوليكلز ديت، وعباره عن لومن او كور كده من الفلويد بنسميه الكولويد. بيحتوي على ايه بقى الكولويد دوت؟ بيحتوي على البريكيرسر بتاع الثيرويد هرمون، البريكيرسر اللي هو المنشا اللي منه هيتكون الثيرويد هرمونز بعد كده، وعلى ايودينيتد جلايكوبروتين، وعلى جلايكوبروتين متصل مع الايودين زي ما هنتكلم، اللي هي مراحل مختلفة من تكوين الثيرويد هرمون. يعني هو ده المكان او هو ده السايت الاساسي اللي بيحصل فيه تكوين الثيرويد هرمون زي ما هنعرف بعد كده.
خلاص. يبقى الفوليكل ديت بما تحتويه من فولوكولار سيلز وبما تحتويه من الكور بتاع الكولويد اللي هي موجوده جواه، هي دي الاماكن المسؤوله عن تخليق وعن تخزين الثيرويد هرمون. تمام كده. بعد كده في نوع تاني من الخلايا اسمه البارافوليكولار سيلز، ودي عبارة عن خلايا موجودة بأعداد أقل، بتبقى سكاترد كده، بتبقى متوزعة أو بتبقى منتشرة ما بين الفولوكولار سيلز أو ما بين الفوليكلز، وبتبقى شكلها سفيريكال، وبتبقى ليها اسم تاني اسمه السي سيلز، ودي مسؤولة عن إفراز وتخليق هرمون اسمه الكالسيتونين، له علاقة بالكالسيوم ريجوليشن، ملوش علاقة بالوظائف التانية المختلفة بتاعة الثيرويد هرمون اللي احنا هنتكلم عنها أو اللي احنا هنشوفها بعد كده. نرجع تاني للفوليكولار سيلز اللي هي مكونة اللايننج إبيثيليوم بتاع الفوليكلز، دي عبارة عن سنجل لاير من الإبيثيليال سيل، بيختلف شكله على حسب الأكتيفيتي بتاعة جلاند. لو الجلاند دي ان اكتف ما بتقومش بافراز الهرمون بالطريقه المناسبه بالطريقه الصحيه الهيلثي، بتبقى الخلايا دي شكلها سكويمس او شكلها فلات تحت الميكروسكوب. لكن لو الخليه دي نورمال هيلثي وبتقوم بافراز كميات معقوله وكميات مناسبه من الثيرويد هرمون، بتبقى الفولوكولار سيلز دي بتبقى كيوبويدال ان شيب. لكن لو الجلاند بقت هايبر اكتف، بقت في زيادة في الاكتيفيتي بتاعتها، بتدي هرمونات بطريقة كبيرة بتركيزات اكبر من الطبيعي، الخلايا دي بتتحول وبيبقى شكلها كولمنر ان شيب. لما نيجي نتكلم عن الريجوليشن او الكنترول بتاع الثيرويد جيلاند، هنلاقيها لو نفتكر اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت، انه معظم الاندوكراين جلاند بيبقى ليها كنترول جاي من فوق، من السنترز فوق، جاي من الهايبوثالاموس ومنه للبيتيوتري، وبعد كده منه للجلاند اللي احنا بنتكلم عليها. الكلام ده بينطبق تماما على الثيرويد جلاند، لكن على الجزء اللي هو خاص بس بافراز وبتخليق الثيرويد هرمون اللي هو تي 3 والتي 4. لكن الكالسيتونين الكنترول بتاعه بيتم لوحده زي ما هنشوف لما هنيجي نتكلم عنه. طيب بيحصل ايه دلوقتي؟ احنا في ديكريز في الليفل بتاع الثيرويد هرمون تي 3 وتي 4 في الدم، ومطلوب افراز للهرمونات ديت، ومطلوب ان الجلاند تشتغل وتخرجهم او تديهم. فبيحصل اول حاجه انه بيطلع الثيروتروبين ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس، زي ما الرسمه واضحه قدامنا عندنا كده، الهايبوثالاموس بيبتدي يطلع الثيروتروبين ريليزنج هرمون اللي هو تي ار اتش، اللي بدوره بيأثر على الانتيريور بيتيوتري جلاند ويخليها تدي تي اس اتش اللي هو الثيرويد ستيميوليتنج هرمون. الثيرويد ستيميوليتنج هرمون بعد كده بيبتدي بدوره يأثر على الثيرويد جلاند ويعمل لها ستيميوليشن علشان تبتدي تفرز الثيرويد هرمون اللي هو التي 3 والتي 4، وبعد كده دول بدورهم بيطلعوا يعملوا الشغل المطلوب منهم زي ما هنتكلم بعد كده عن الفانكشن بتاعتهم. وفي حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. يعني ايه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ يعني الهرمون الاخراني اللي هو بيطلع من التارجت جلاند او من الجلاند الاخرانية، لما بيطلع ويزيد الكونسنتريشن بتاعه في الدم، بيبتدي هو يأثر تأثير سلبي على افراز او على تركيزات الهرمون التانية اللي هي تسببت في طلوع. يعني واحنا نازلين من تحت لفوق، التي ار اتش بيزود التي اس اتش، والتي اس اتش بيزود التي 3 والتي 4. لما بيطلع التي 3 والتي 4 ويزيدوا، بيبتدوا ياثروا بالسلب بقى على الهرمونات اللي فوقهم، ياثروا بالسلب بنيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الانتيريور بيتيوتري، تقول لها قلل لنا الثيرويد ستيميليتنج هرمون خلاص احنا مش عايزينه تاني، وفي نفس الوقت تاثر على الهايبوثالاموس وتقول لها كفايه احنا مش عايزين التي ار اتش، مش عايزين الثيروتروبين ريليزنج هرمون خلاص، وقفيه او قللي الكونسنتريشن بتاعه مره تانية، خلاص احنا طلعنا والكونسنتريشن بتاعنا زاد، ومش محتاجين تاني من الهايبوثالاموس ومن البيتيوتري انها تطلع لنا الهرمونات اللي تسببت في انها تطلع الكونسنتريشن بتاعهم الكبيره دي. هنتكلم بعد كده على عملية السينسز وعملية تخليق الثيرويد هرمون جوه الثيرويد جلاند.
هنقول كده مجمل التخليق بيتم ازاي، وبعد كده هنقول بالتفصيل الخطوات بتاعة التخليق. الثيرويد هرمون لو نفتكر يا جماعة واحنا بنتكلم في المحاضرة الأولانية خالص، قلنا ان هي واحدة من الأماين هرمون. خلاص، يعني ايه أماين هرمون؟ يعني البريكيرسر بتاعها في الآخر في الأول، أو المكون الأساسي بتاعها اللي بتتبني عليه بعد كده الاستراكشر، بيبقى عبارة عن أمينو أسيد واحد. تمام؟ طيب مين هو الأمينو أسيد اللي يعتبر البريكيرسر بتاع الثيرويد هرمون؟ هو التيروزين، الأمينو أسيد اللي هو اسمه التيروزين. طيب بعد كده، بعد التيروزين بيبتدي يدخل مجموعة من التفاعلات ومجموعة من التكوينات لحد ما بيوصل لحاجة اسمها الثيروجلوبيلين. الثيروجلوبيلين وهو ده بقى البريكيرسر الأساسي اللي منه هيبتدي يتبني أو يبتدي يتخلق الثيرويد هرمونز. طيب الثيروجلوبيلين ده بيتكون فين؟ بيتكون في الفلوكيلار سيلز اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية. يبقى هو بيتكون جوه الاندوبلازميك ريتيكولم، جوه الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتاعه الفلوكيلار سيلز، وبعد كده بعد ما بيتكون بيخرج يتخزن جوه الكولويد اللي هو موجود في اللومن بتاع الثيرويد فوليكل زي ما قلنا. خلاص، مكونه الاساسي مين؟ هو التيروزين زي ما قلنا. تمام. طيب بعد كده في حاجة مهمة جدا 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 لازم تبقى موجودة في الثيرويد جلاند علشان تكون الثيرويد هرمون، اللي هو ايه؟ اللي هو الايودين، اللي هو اليود بالعربي. دايما الناس تسمع ان انت لازم الاكل بتاعك يكون فيه يود، ولازم الملح اللي احنا بنحطه على الاكل يكون ملح يودي، يعني يكون فيه يود عشان يقدر يمد الجسم بكمية اليود اللي هو محتاجها علشان تخليق الثيرويد هرمون. طيب اليود ده المفروض ان احنا هناخده فين؟ المفروض ان احنا واخدينه في الدايت، واكلينه في الملح زي ما احنا شفنا. تمام. بعد كده بيبتدي يدخل الدم، يبقى موجود في الدم، والمفروض ان احنا عايزينه من الدم يدخل جوه الثيرويد جلاند. طيب احنا لو جينا نقيس تركيز الايودين في جوه الثيرويد جلاند وجوه الدم، هيبقى تركيزه اعلى فين؟ تركيزه اعلى جوه الثيرويد جلاند. انت عندك كميه الدم كميه كبيره جدا، وكلت كميه معينه من الايودين، فانت عندك كمية صغيرة جوه كمية كبيرة فهيعمل لك تركيز قليل. لكن عندك حجم الثيرويد والفلويد اللي موجود جوه الثيرويد جلاند ده كميته صغيرة، فما يجي الايودين يدخل جواه يبقى تركيزه عالي. طيب احنا عايزين دلوقتي ندخل الايودين اللي هو موجود جوه البلد تركيز قليل لمنطقة تركيزه فيها عالي، يبقى احنا لازم يكون موجود عندنا ميكانيزم اسمها الاكتيف ترانسبورت، اللي هو ايه؟ اللي هو العملية اللي بتنقل بيها المادة من تركيز الاعلى، من التركيز الاقل للتركيز الاعلى. ففي الحالة دي بتحتاج انرجي، وبيحتاج جزيء اي تي بي يتكسر، وبيبتدي يتنقل الايودين من البلد للثيرويد جلاند. تمام. بعد كده هو الاول بيبقى في صوره ايودايد، يعني هو اللي بيبقى موجوده في الملح بيبقى في صوره ايودايد، يحصل له اوكسيديشن جوه الثيرويد جلاند ويتحول للايودين عن طريق انزيم اسمه البيروكسيديز انزيم. بعد كده يا جماعه يبقى احنا عندنا الايودين وعندنا الثيروجلوبولين، بيبتدوا الاثنين يتحدوا مع بعض عشان يكونوا لنا الثيرويد هرمونز زي ما هنشوف بالتفصيل دلوقتي. نتكلم بقى بشوية تفصيل اكتر عن عملية السينثيز بتاعة الثيرويد هرمونز. اول خطوة فيها اللي هي الايودايد ترابينج اند اوكسيديشن، زي ما قلنا قدام انه بيحصل بعد ما الايودايد يتاخد في الاكل مع الملح زي ما قلنا بيبقى موجود في الدم. طيب احنا عايزين ننقله من الدم جوه الثيرويد جلاند علشان يدخل في تخليق الثيرويد هرمون. عملية النقل ديت بتتم من مكان
تركيزه فيها قليل اللي هو الدم، لمكان هيبقى تركيزه فيها عالي اللي هو الثيرويد جلاند. فعشان كده ده محتاج عملية اسمها الاكتيف ترانسبورت.